لا يعلم الواحد منا أين الخيرة. هذه أم سلمة رضي الله عنها، توفي زوجها، كم كانت تحبه وكم كان يحبها. زوجها أغلى ما كانت تملكه في الدنيا، توفي عنها فحزنت حزنا شديدا. فعلمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاء وصل إليها، أنه من أصيب بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فقالت أم سلمة ومن خير من أبي سلمة، من أفضل منه، وين الخير الذي سيأتيني؟ وهي لا تعلم ما الخير الذي كتبه الله لها. تمر الشهور، تنقضي العدة، وهي تعيش حزنها على زوجها. تعرفون من الخير الذي جاء إليها؟ ما هو الخير الذي كتبه الله عز وجل لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها ويتزوجها فتكون أما للمؤمنين. ثم تقول ما كنت أعلم ولا أظن أن أحدا سيأتيني أفضل من أبي سلمة حتى جاءني رسول الله. فعلمت خيرا، علمت حقا أن الخير الذي كتبه الله لها قد لا نتصوره أحيانا. أحيانا ما نظن أن بعد هذه المصيبة سيأتي منحة، بعد هذا الابتلاء سيأتي فرج ويأتي خير من الله عز وجل. لا نعلم من أين يأتي الخير، وأمر المؤمن كله له خير.